الخطة اليوم في مدينة طنجة يعني وفي الجهة بشكل عام. أولا ووجود دماغ عالمية أولا سيساهم في الإنعاش الاقتصاد على مستوى الجهة. اليوم هذا المركز كيخدم ما يناهز 300 واحد يد عاملة مباشرة من غير اليد العاملة الغير المباشرة، كما أنه سيساهم من غير فرص الشغل غيساهم في التنشيط الاقتصادي على مستوى الجهة، وغيساهم في جلب الاستثمارات الأخرى إلى الجهة. المركز التجاري ابن بطوطة مول، هذا المركز التابع للمجموعة أبدالاس فاسينور إيموبيلي. هذا المشروع هذا فيه 14000 متر ديال سونت كوميرسيال المركز التجاري و25000 متر للمكاتب. هذا المركز التجاري كيتميز بانه موجود الموقع ديالو داخل وسط المدينه، واذا حنا لو سلوغون اللي عندنا هو لا بوكسيميتي، يكون قريب من الساكنه. طبعا كيتميز بليزونسي اللي موجودين فيه، لاول مره كيجيو الشمال المغرب بعد الدار البيضاء كنكونوا حنا طنجة في الدرجة الثانية، فهذا كيأكد على أساس بأن مدينة طنجة هي القطب الثاني بعد دار البيضاء.